السلام عليكم اخواني المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم المعتاد. واليوم ان شاء الله باذن الله ناخذ حوته شعبيه ومعروفه لدى الجميع، جميع الناس يعرفوها الحوته هذه اللي هي ارزام، ولا حوت الرزام. حوت الرزام حوتة شعبية يعرفوها الليبيين ولها شعبية كبيرة هلبة، مطلوبة لجميع الناس يطلبوا فيها. الرزام هذاي حوتة موسمية تعتبر، تجينا احنا لوطة من نهاية سبعة نقول نلقوا فيها حوتة رقيقة، جي مع السردينة في اللمبارات كيف معينة هذاك الوقت رقيقة، تعظم تبدأ تعظم شهر 8 و9، من شهر 9 تبدأ تضل حوتة متاع 300 جرام نصف كيلو، وبرا عاد لا تقعد حتى بالسرت مرات لا شهر 1 و2 تقعد بالسرت، ما هو شهر حتى مرات 3 تمس 3، عند شهر 3 الحوت زمان نقول احنا من نهاية 2 الحوت يراجع. طبعا حوت مسافر هذا يسافر وعنده فترة معينة شهور معينة بعدين يراجع، في وقت رجوعه طبعا يصطاد الصياد بالنسبة للرزام في الشهور الأولى قلت لكم بالخيط اللي هو نقول له السرتمة بالريش، يصطادوه بالريش، وإلا مرات بالشباك هيك نقولوا، لكن بطروف معينة مش زي وقت رجوعة مثلا نهاية 2 وشهر 3 و4 يراجع، يعني حتى هو بالكميات الكبيرة، هو بس فرة حتى هو بالكميات الكبيرة، لكن ما ينزلش لوطة في المية شوية بكل ويصطاد الصياد بكميات كبيرة، إلا في شهر 3 مثلا نهاية 3 و4 نهاية 2 و3 و4 يصطادوه نقول احنا البيايت، وفي انواع شباك هل ببيايت، وفي الطراطة نقولوا طافه فوق هدية ينجاب حتى في شهر مثلا 11 و12 ينجاب بالطراطة اللي هي طافه فوق طف. حوته تعتبر ما نقدرش نقولوا حوته درجه اولى، ولكن تعتبر حوته وسط يعني كويسه معقوله. حوته هذه تمشي قلي ولا شواء طبعا احسن شيء، درجة أولى شواء ولا قلي، وتكون الحوتة زي ما تقول حية فرش، قلي ولا شواء طبخ تطيب طبخ، ولكن مش زي نقولوا الحوت الدرجة الأولى الفروج دوت المناني خنزيرة، مش زيها الحلوفة مش زيها عاد، ولكن يعني معقولة نفس الوقت. حوتة اليوم نديروها طبعا بنقصوها رقيقة شوية نديروها نقولوا قلي ولا شواء، وفي اللي بيطبخها يغلط شوية أغلط من القلي ولا الشواء تمشي طبخ. أول ما نبدو إن شاء الله نبدو في الزعانف زي العادة، نقصوا الزعانف، جي تقصها من الراس، ناحي الراس تنفتح البطن، تتنحى البطن بتاعها، تقعد حوتها هيك نظيفة، فهمت؟ شنو نقصوها اليوم زي ما تقول قلي والا شواء، تكون القصه ديما ارق شويه ارق من الطبخ. الطبخ تمشي مش ما تمشيش، لكن زي ما قلت لكم مش زي الفروس زي الدود زي المناني الخنزيره، لا يعني هو حوته شعبيه، ما نبيش نقول لكم حوته درجه اولى، وتنقص رقيقة هيك
شواء ولا قلي، أرق شيء ما تقدر تقصه بها. البنجيتا تقعد عادي مع الرزامة، فهمت؟ تنقص حوت رقيقة وحوتة شعبية، هذه في نقول في شهر 11 و12 و1 و2 يعني أكثر أغلبية الناس يدوروا في الرزام. وتطيب أحسن شيء زي ما قلنا، هي حوتة حية هيك فرشة تطيب كويسة، تنشوا ولا تنقلة. دقيقة كيف تنشوى تطق فيها الابيض، والله وبالنسبة للراس طبعا فيه لوداش قاعد، فهمت؟ يتنحى لوداش، هذا اللوداج نحو، والراس فيه شوية هبرة هنا في نقول هنا في الزنقرة، ويطيب تبي كانك بتطبخه باهي، ما هو ما في لحمة، ذيك اللحمة ما فيش لحمة إلا في الزنقرة هذي، تبي تقليه تنقلاه قليك وخلاص، لك ما فيش هذيك اللحمة الهبرة. أحسن شيء إنك تديره قلي معاهم والله. شواء تقسم هيك كل راسة زي العادة، تشوي فيه شوية لحم هنا في الرقبة، والباقي ما فيه ما عظام التاني، ما فيه ما يتكل. في نهاية الحلقة نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.